يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نكمل على تشابتر 5، نشوف إن الأيديال جاز إيش بيختلف عن الأيديال جاز. نعرف بالأيديال قانون إنه PV يساوي NRT. في حالة النون ايديال اللهم راح يزيد عندي زد، هاي الزد بنسميها compressibility factor. بقدر احسبها من ثلاث مصادر TR VR و PR. في عنا compressibility chart الأول، الثاني، الثالث، الرابع. كل chart فيه الثلاث قيم اللي ذكرناهم PR TR VR. أي قيمتين من الثلاث بشوف وين بتقاطع وبجيب قيمة الزد موجودة عندي. كل chart بيحتوي ثلاث قيم لكن بيختلفوا بالرينج، يعني الرينج هون أقل من هون، من هون أقل. فبتشوف القيم اللي عندك مع أي شارت بتتناسب بتطلع قيمة زد. بالنسبة لل TR هي عبارة عن Reduce Temperature. طب Reduce Temperature هاي إيش تساوي؟ TR تساوي Actual Temperature، كون معطيك إياها بالسؤال يعني القيمة الجاهزة، تقسيم Critical Temperature. ال PR نفس الإشي، Actual Pressure معطيك إياها بالسؤال على Critical Pressure. ال VR هي عبارة عن ال BC times the temperature، أو عفوا ال BC ضرب ال specific molar volume تقسيم ال TC ضرب ال R. critical pressure critical temperature قيمهم موجودة تيبل اسمه تيبل B1. بتروح على B1 بتشوف ايش المادة اللي عندك، بتشوف قيمة ال BC لها وقيمة ال TC. طبعا التيبل موجود بآخر الكتاب. طب ايش هي الكريتيكال تمبرتشر كتعريف؟ بحكي لك الكتاب الكريتيكال تمبرتشر هي عبارة عن the highest temperature at which species can coexist in two phases اللي هما liquid and vapor. هاي الـ critical temperature. ايش طبيعة الأسئلة؟ بكون مثلا حكي لك بالسؤال بده قيمة الفوليوم لغاز معين أو المول أو البرشر، فأنت بدك تعرف إنه ideal أو non ideal، لأنه إذا كان non ideal غاز بدك تستخدم قيمة الزد، إذا ideal ما في دليل. إذا ما كتب السؤال بنص صريح إنه الغاز اللي عندك ideal، فبدك تحل السؤال بناء على إنه non ideal غاز. في عندنا example
5.43. احكي لي السؤال، عندي 100 جرام مول في نيتروجين مية مول من ال N2 موجودة 5 لتر and temperature -20.6 سيلسيوس. استميت the pressure in the cylinder. ما حكى لي انه ideal، اذا متعامل معه على ان اساس non ideal gas. بدو ال pressure PV تساوي N R T Z. temperature معي بالسؤال، ال R معي، number of mole بالفوليوم، ولا عندي مجهول. ال Z حكينا بنجيبها من قيمتين T R و P R. طيب أنا عندي الـ actual temperature، بقدر أطلع منها الـ TR. ما عندي الـ pressure، إذن بلجأ للـ VR. إذن قيمة الـ Z TR تساوي actual temperature على TC. actual temperature تساوي -20.6 على ال critical temperature. حكينا بنروح على تيبل P1 بنشوف النيتروجين بنطلع قيمة. معطيني بالسؤال from تيبل P1 the critical temperature 126.2 كلفن، فبحول هاي من سيلسيوس لكلفن بزيد 273. قيمة ال تي ار تساوي 2. لو بدي اجيب ال بي ار تساوي actual pressure على بي سي، بس انا ما معي ال actual pressure. اذا بشوف القيمة الثالثة هي في ار تساوي specific molar volume، اللي هو عبارة عن الفوليوم 5 لتر على number of mole 100 ضرب البي كريتيكال البي سي. معطيني الكريتيكال بريشر لل N2 عبارة عن 33.5 اتموسفير تقسيم الكريتيكال تمبريتشر حكينا عنها 126.2 كلفن ضرب الغاز كونستانت اللي هو 20.161. طلعت قيمة ال TR من قيمة ال VR. بشوف أي شارت بتناسب مع القيم اللي عندي، بطلع الزد طبعا قيمة الزد تطلع 1.77. باخذ القيمة بعبوطها هون بطلع قيمة البريشر اللي بيطلع عندي يساوي 733 اتموسفير. شغلة سهلة وبسيطة ما فيها أي صعوبة. في عندي معلومة مهمة اللي هي نيوتنز كوركشن. هاي بطبقها على عنصرين الهيدروجين والهيليوم.
احكي لي هاي المعلومة. إذا كان في عندي H2 أو كان عندي هيليوم، التي سي لل H2 يساوي، خلينا نحط الأستار، التي سي الموجود بتيبل B1 زي ما هي زائد 8 كلفن. يعني إذا كان في عندي هيدروجين بجيب ال تي سي الموجود بتيبل 1 بضيف لها 8 كلفن. نفس الإشي البي سي ستار تساوي البي سي الموجودة بتيبل B1 زائد 8 أتموسفير. يعني ما بعوض دايركت التي سي الموجودة بتيبل B1، بيكون حلي خطأ، بضيف 8 كلفن أو 8 أتموسفير. الهيليوم نفس الإشي، تي سي برايم تساوي تي سي زائد 8، البي سي برايم تساوي بي سي زائد 8. مهم كثير هاي المعلومة. المثال اللي حلينا قبل شوي كان على عنصر واحد أو مادة واحدة. طب لو كان في عندي أكثر من مادة، ميكستشر مثلا، نحل نفس ما هو لكن راح تزيد عندي أشياء بسيطة. الكيز رول بطبقها لما يكون في عندي ميكستشر، طالب مني قيمة زد تحكي لك هاي المعلومة أو هاي القاعدة، إن عشان أجيب قيمة زد بتبع نفس الطريقة تي آر مع البي آر أو تي آر مع الفي آر، أي قيمتين، لكن تي آر هون راح تساوي actual temperature زي ما تعودنا على تي سي برايم، مش تي سي عادية، لا تي سي برايم. طب ايش تي سي برايم؟ هي عبارة عن المول فراكشن للمادة مثلا ايه مضروبة بالتي سي لإلها برضو من تيبل بي 1 زائد المول فراكشن للمادة بي مضروبة بالتي سي لإلها زائد المول فراكشن للمادة سي، أو خليها دي بالتي سي لإلها. يعني عندك 3 مواد تعمل زيك، مادتين 4 حسب. يعني بعبارة أخرى التي سي برايم هي summation، البي آر نفس الإشي بي أكتوال على بي سي برايم، البي سي برايم هي مول فراكشن لأي زائد مول فراكشن للبي وهكذا. بطلع التوتال وبقسم على الأكتوال بطلع مع قيمة التي آر، هون نفس الإشي بطلع التوتال بقسم على الأكتوال بطلع مع قيمة البي آر، بروح على الشارت بطلع قيمة الزد. مش بالضرورة أحكي لك استخدم الكيز رول، أنت ضمنيا لازم تعرف. في example 5.43 أحكي لي عندي ميكستشر يتكون من H2 و N2، أعطاني المول فراكشن لكل واحد، معطيني الـ actual temperature و actual pressure. بحكي لي باستخدام القاعدة السابقة احسب لي قيمة specific volume، قانون EV يساوي NRTZ، لكن Z هون بحط لها رمز M دلالة على انه mixture، بدو specific volume يعني V على N، V على N تساوي RT قسيم بالبرشر.
الاكتوال بريشر معي، الاكتوال تمبرتشر معي، الار ظل عندي قيمة الزد. لما يكون في عندنا اكثر من مادة يفضل نرسم جدول عشان ترتيب الحل. حط عندي الغاز، H2 و N2. المول فراكشن بالنسبة لباي، المول فراكشن ال H2 كان 75%، ال N2 25. قيمة ال T C، الكريتيكال تمبرتشر ال H2 هي عبارة عن 33 كلفن، بس لا تنسى انه لازم اضيف عليها 8 لان عندي H2. ال N2 كانت 126.2. تمام، بما انه مكسر اذا راح يكون في عندي تي سي برايم. تي سي برايم حكينا نضرب المول فراكشن في الكريتيكال، تكون 75% 41، كأنك 30.8. نفس الإشي بالأنتو، 25% 126.2، كأنك 31.6. البي سي بال H2 كانت 12.8، بزيد لها 8 اتموسفير لأنها H2. ال N2 كان 33.5. هاي القيم يا اما بيكون معطيك اياها، يا اما انت بتجيبها من تيبل B1. بي سي برايم المول فراكشن ضرب بريشر، يعني 20.8 ضرب 75% عندي 15.6، 25% ضرب 33.5 عندي 8.4. أعطيك تي ار أو نحسبها لك. بعد هيك بجمع قيمة التي سي برايم وقيمة البي سي برايم، عندي 62.4، 15.6، 8.4، عندي 24. تي ار تساوي تي اكتوال، كان معطيني اياها سالب 70 سلسيوس، سالب 70 زائد 273 محولة لكلفن على 62.4 تساوي 3.3. نفس الشيء البي ار تساوي البي اكتوال، 800 اتموسفير على 24 تساوي 33.3. تي ار معي، البي ار معي، بروح على التشارت طلع قيمة الزد، بعوض القانون اللي هو ار تي الزد طلعتها تقسيم على البرشر.
في عندي معلومة. نفترض أنه في مادة معينة أيا كانت أعطاني تي سي لإلها، كيف بدي أعرف أن المادة هاي هي غاز أو فيبر؟ مادة إكس أعطاني تي سي لإلها تساوي 508 كله، كيف بدي أعرف إنه هاي المادة غاز أو فيبر؟ إذا المادة هاي فيبر ضروري تكون قيمة تمبرتشر أقل من التي سي، إذا كانت المادة هاي غاز ضروري تكون قيمة التمبرتشر أكبر من تي سي. يعني مثلا قالك المادة هاي موجودة عند actual temperature تساوي 400 كلوين، التي سي لإلها 508.8، إذا غاز ولا فيبر؟ actual أقل من التي سي، إذا فيبر. وآخر معلومة اللي هي معادلة فاندرفال، فاندرفال أو الكابيك equation of state، كابيك equation of state لك البرشر يساوي RT على specific volume minus V minus A على specific volume square. هي من معادلات الـ ideal gas، يكون معطيك قيمة الـ A وقيمة الـ B، تشوف ايش المطلوب و طلع مجهيل، وأحيانا أو في حالات تكون هاي القيم كلها تساوي زيرو. هاي معادلة فان دير فال. وآخر شيء تشابتر عندي الايرور بس للايديال والنون ايديال غاز. يعني حكى لك السؤال في عندك نون ايديال غاز، افترض انه ايديال، احسب لي قيمة الايرور له. القانون يكون زد ماينس 1 على زد، تاخذ الابسوليوت فاليو بتطلع قيمة الايرور. هاي المعلومة جبناها من الكتاب بيج 207، بيحكي لك the closer tr and br to 1 the closer gas to its critical state. هاي المعلومة عطتنا القانون اللي بنستخدمه لما نطلع الايرور للنون ايديال اذا كان ايديال gas. وبهيك الحمد لله نكون انهينا chapter 5. إن شاء الله الفيديو الجاي نبلش بشابتر 7. يعطيكم العافية.